الا بغيتي تدخل الحبس جيبها مغربيه وديها لاوروبا. فالمغربيات غادي نقولها لكم بالنسبه لاوروبا غنسوا هذه هذه ما فيها العضلة، غير اللي بغى يجبد على راسو النحل كما كنقولوا وبغى يمشي يقصر شي شويه في الحبس اللي ما عمرو دخل الحبس في حياته. شتي ما عمرك دخلتي الحبس، يعني ما عمرك دخلتي الحبس ما تعرف شنو هو الحبس. سير تجيب مغربي، سير جيب مغربيه والله العظيم لا بلاصتك في الحبس ملي زير بها. شتي نهار كدير مع القاعد في البلاد عرف بان راه داك الدوسي مشى ديريك للحبس. محمد راه تزوج اليوم غادي يجي عندنا من واحد العامين، وجدوا له شي شمره في الحبس. الف ما كتكتب مع داك القاعد في البلاد كتسيني وكدير ديك العباد. شتي الف كديرها كيمشيو داك البصمات ديالك للحبس ديال المدينه فين كنت. عمر تزوج فاطمه بنت حمو اليوم، المهم وجدوا له الشمبره من هنايا واحد العامين راه غادي يجي عندنا من واحد العامين. هادشي اللي كنعرف عرفو. سير سير للحبس ديال اوسلو كاخر مع المرا سير طبي للحبس. المرا كايناش اما فرنسا خلاص، لا هولوند لا بلجيك، باقي الخير ما كاين لا خير لا مريض. هذا خدها معاك كان داكشي قديم راه تكلمنا عليه، عيالات ريفيات محافظات كتلقى ربات ولادها خدمت الله هي الدار الريفي كاين وقت كيجيب دين ماما من فم السبع كيجيب الفلوس لكركومه واقفه معاه تيني ما كاينش صباح كيقوم الماكله ديالو تقول له دير الخدمه سير خدم سير دير مستقبل. ما دابا حتى منك عاد هادشي ما بقاش، هادشي صافي سير باغي تبقى مرتاح سير اخويا قلب لك على شي مغربيه تماك في اوروبا وتزوج بها. اما باش تقول لي غتجيب مغربيه من المغرب وغديها لاوروبا واحد النسبه مئويه طالعه بزاف غديرها بك، كيما داك البلان ديال المغربي غيجيبها وحده مغربيه مثلا مغربيه غتجيب واحد مغربي قد يديرها بها تماك، لان بنادم كاين اللي كيدخل لك على الطمع. دابا انت غتجيبها مغربيه مثلا طحتي عليها، دابا انت عندك الجنسيه في اوروبا طحتي على شي مغربيه هنا بقات متبتاك. وهذا الشيء راه قصص طراو الخوت طراو بزاف، بحال واحد القصه ديال ديك الجزائريه اللي كان جابها واحد خونا ما عرفت كان دات البوز الفيديو ديالها زعما راه مسلمه ودقال زعما راه هادي وكذا راه مدياليه وكذا، طاح عليها واحد الجزائري داها الميريكان من موراها خدات الجنسيه ديالها تقلبات السيده من داك البروفيل ديال المسلمه والتائبه وديك داك البروتوتيب ديال زعما راه فهمتي داك حيت دابا هما دوك الحجابيات كيتبتوا الرجال بالطريقه هادي بالدين. غير مشات الميريكان تحيد الزيف ولا تعطيها الشطيح وداك الشيء وفي الاخر طلقاته ولا غدخلوا الحبس كما قال، لانها غتمشي لاوروبا غيتحلوا لها العينين اصاحبي. دابا نتايا فكر بهذا المنطق، بغيتي تزوجها مغربيه سير اخويا طلع الزماكريه تماك وعندهم الوراق. اما باش تقول انت غتجي المغرب، شوف يلاه ماشي غنديروش قاعده التعميم لان تقد بعض المرات طيح شي بنت الناس، غير هو باش طيح لبنت الناس خصك تكون ناضي، خصك تفهمها واش هي داخله على الطمع ولا لا، وخصك تهضر معاها وتجيب معاها في الهضره وتعرف عائلتها وتعرفها كيفاش هي كتفكر. حنا راه ما غاديش نديرو التعميم، ما نقولش ان كاع اي مغربيه راه كتفكر بهذه الطريقه، ولكن كاينين بزاف اللي داخلين على الطمع. وإن فوا كتمشي تماك راه كتحلو على العينين، مثلا كتلقاها تما مزموطه في دار بويا ضربوها زيمتيلا كدا هادي كدا 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 باها مزيره واحد الزياره خايب، وكتلقى السيده باغا تنفجر وكتولي هي باغا اي واحد يلصق فيه. اما لقاتو في اوروبا خلاص راه هذيك هذاك النوع هو اللي كنهضر عليه في الفيديو اللي دوا فيه السيد، هذاك النوع هو اللي بني غيمشي لاوروبا غيدير لك زلايقه. هذا النوع بالضبط اللي كتلقاها باغيه كيكون عليه داك الضغط داك دابا الاب داك لابريسيون دايرها عليها الاب ولا بريسيون دايرها عليها الام والمغرب وهذا، وكتقول كتحلم باوروبا راه اون فوا غاتمشي تماك غتخلط مع دوك الناس غتخلط مع داك الهيت غتخلط مع دوك الناس فهمت غتولي في حالهم غادير لك زلايقه. اما الا ولدتي معاها خلاص يعني ولدتي معاها صافي مشيتي ما عندكش الحق هذاك الحكام انت كراجل مغربي نساه. اوروبا والدول الغربيه راه ما عندهمش القضيه الراجل يحكم وديك اللعيبات كاين المساواه معلم. غتقول زعما انت غتربي ولدك غتمشي غتزير على ولدك كدا، تا والله لا درتيها نسى هادشي اخي العزيز نسى هاد العيبات هادو خويا. اللهم باش تطلع مريك وتطلع زوين وتبقى فيك ومرتاح في حياتك سير اخويا بانتك شي مغربيه تماك بنت القاصر كدا سير تزوجها تماك طالعه في اوروبا فاهمه الهولانات عارفه حتى مغربيه مع حتى اوروبيت وداك الميلونج وتلمس البلان غتفاهم معاها غتقول لي غتجيبها من هنا خويا غتجيبها من هنا صعيب بزاف
تادابطا معاك في هادشي. دابا حنا اليوم اللي كنشوفوه راه ولا الخطر بزاف. حنا ما كنبغيوش نديرو بهاد الفيديوهات باش اننا نشروا لا نيجاتيفيتي وهاد البلانيت هادو، ولكن هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. راه حتى كاينين الرجال اللي ما كيسولوش، راه كاين حتى الراجل اللي كيكون طامع في المراه. راه دابا هادشي دابا اللي دويت لكم على البنات راه نطبقوه حتى على الرجال، مش بلاد نقولوا حنا ديما نبقاو حنا مأطاكين غلبها. راه حتى العيالات كاين اللي كيديروا بهم الرجال، كيكون شي واحد طايح على شي وحده كيقول لها ميمه، ولا شي وحده في الاوروب كيبقى مثبته بالهضره كيبقى طالقه عليها، كتجيبو لاوروبا كيقلب عليها كيطلقها. ودابا راه ولات عند الدراري، دابا تلقى تقد تلاقى بشي واحد يقولك ونطيحو على شي زماكريه ولا شي مغربيه عندها وريقات فهمتي، نسربيو معاها اللعيبات وداك الشيء، ومن موراها نقول لها ندير لها زلايقه. واحد الملاحظه، راه ما كاينلوش قاعده التعميم، راه ماشي كاع المغربيات ما كيسواوش، ماشي كاع المغربيات مستغلات، راه اللي تقرصات تعرف راسها راه في هذا الشيء. حنا راه كاين هاد التيب، راه كاين هاد التيب، كاينه شحال من مغربيه تزوجات بواحد ساكن في اوروبا عنده الاوراق ودارتها به، ومشات تزوجات بشي جزائري ولا بشي مغربي اخر وولات كتخونو بالعلالي. راه طرات لبزاف ديال المغاربه كنقول كيقول الله ما نجيب هادشي بنت البلاد وكذا، وهي كتكون ديجا فاهمه السرابس وداك الشيء، وفي الاخر كديرها به. هاد الحوايج كاينين. شنو هو انا الميساج والرساله اللي باغي نوصلها في هاد الفيديو؟ هو انك هذيك الانسان اللي غادي تعرفها حاول تجيب ودي معاها في الهضره بزاف ديال الوقت. كل ما طولتي في الهضره وكل ما مشيتي معاها، كل ما ديك الفتره ديال الخطوبه طولات، كل ما عرفتي المعدن ديال ديك السيده. الا لقيتيها مزروبه على الزواج فهذيك هي اللي غتحضي معاها. هذيك المزروبه على الزواج امتى غتجي لدارنا؟ امتى يلا عرفتيها الشهر الاول امتى غتجي لدارنا؟ امتى هذه؟ امتى هذه؟ عرفها راه باغي غتزوج بك باش دير الوريقات باش ديها تماك، باش في الاخر تصوفي شي اكس ديالها ولا شي واحد كتبغيه. مشات حيت راه ولات هاد الموضه هادي الخوت علي العلم. واحد كتلقاه فهمتي طايح مع وحده وكيقول لها سيري طبري على شي واحد عند الوراق، ومن تصوفي راسك صوفيني انا. اقسم بالله الا القصه تطرات، وهاد القصه هادي غنعاود ان شاء الله اليوم بالليل. هادي قصه ديال واحد كان مع وحده وكان داه لاوروبا وكانوا عايشين موت بخير، حتى واحد النهار طلبات الطلاق. اش كتجيب لي شي سبات وداك الشيء؟ من موراها لقى انها جابت واحد السيد كانت قالت لي راني ساليت معاه ما كنبغي ما والو، جابت لاوروبا وتزوجات بيه ودات لي مشروع على ظهر داك خولا الاولاني. راه كاينين شي حوايج الخوت، راه شوف راه ما ديرش الثقه، هذيك الثقه وديك التبهلاوي وداك الشيء شوف ما ديرش في الاول. راه كاينين عيالات راه بحال هكا، راه خصك تطول معاه والزيت العود ولا الزيت اي زيت تخرجها من داك الزيت وتعرف المعدن ديالها ديك الساعه ملي تستاهل تستاهل، وتخليها في المغرب وتزوج بها وتخليها في المغرب، ما تجيبهاش معاك في الاول، تخليها في المغرب حتى تعرفها على شنو هذا، حتى تعرف نيتها، حتى تعرف كيفاش كتفكر عادي ديك الساعه ديها. ومن ديها دير معاها كونطرا وداك الشيء. راه هادشي اللي ولاو كيديروا الناس باش تفهموا. راه حنا ما كنديروش هاد الفيديوهات باش لا حكا باش نشروا النيجاتيفيتي، ولكن راه هي الحقيقه. راه بزاف ديال البنات مشات ضحايا لهاد العيبات هادو، وكذلك مثال البنات كاينين ضحيات البنات، هما اللي كيجيبوا مغاربه وكيديروها بهم، كيصاوبوا وريقات هذوك اشباه رجال اللي كنسميهم حتى حنا، حيت راه كاينين فهاد لو كوتي. فهاد لو كوتي كاينه بنت كتلقى كتبغي واحد من نيتها وهادي، وتا كدير لي وراق وكيمشي يقلب عليها، كيقلب عليها كل بحال هاد النوع، ربي عمرو كيسهل عليهم. ومول النية ديما كيربح الخوت، تعرفوا هاد القاعده في الحياه، مول النية ديما كيربح. هذيك اللي كتلقاها فهمتي بحال هكا وفي هاد التنوزيق، ولا داك اللي فيه التنوزيق وداك الشيء، وداك كتلقى واحد فريمون كيبغي وباغي يكون معاه زعما زوين وكذا، في الاخر كيديرها بيه كيصاوب له، في الاخر كيقول لي الله يعاون، هذاك راه عمرو غيسهل عليه الله. فالخوت شنقول لكم؟ لا اله الا الله وصافي. الواحد يعرف يختار شريك الحياه ديالو. واوروبا الاخوان، اوروبا حاول تلقى شي مغربيه تماك فهمتي، بعد هذيك الفكره ديال تجيبها من هنايا وديها تماك، لان داك التصادم الثقافات وداك الشيء، الانسان ملي كيمشي تماك يقد يجي داك الشوك ديال الكولتور، وكيولي كاين شي وحدات ملي كي داك الشوك كتولي هي باغا دير في حالهم، تعرف شي اوروبي تما كتولي ادابتي مع الكاركتير ديالها، دير لك صحاب هاد الرجال، تولي دخل عليك الرجال، وانت غتسكت ما صحاب لك ديك اللعبه ديال يقولوا انت رايح، ما كاينش داك الشيء.
البوليس الو يهزوك نتايا، ضربتي ولدك ولا بنتك الو البوليس يهزوك حتى راه ما كاينش داكشي. داكشي علاش حاول تفكر وطريف. فهادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتعطيو الاراء ديالكم. الله يعاون.